كما شهدت مدينة مطروح اليوم سقوط أمطار خفيفة، حيث أغلقت الأجهزة التنفيذية وأعلنت حالة الطوارئ الكامل والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات. وقد ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تأثيرات الأمطار بمختلف مدن المحافظة والتعامل الفوري معها. حتى الآن الحمد لله الأمور مستقرة، كنا تمينا استعدادنا من 3 أيام بكل أجهزتنا الكاملة في مجالس المدن وفي الحماية المدنية وفي الصحة والإسعاف في الكهرباء في المياه في الصرف الصحي، كل أجهزة جاهزة بمعداتهم وأفرادهم ومركباتهم لمجابهة أي موقف ممكن نتعرض له في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية الحالي. فالحمد لله وعندنا قوة تدخل سريعة جاهزة برضه للتدخل في أي وقت لدعم أي مجلس من مجالس المدن. في الوقت نفسه بالنسبة للأمطار برضه أحب أطمنكم إن الأمطار خفيفة في مدن مرسى مطروح والضبعة، متوسطة في مدن الحمام والعلمين، ويمكن في الحمام والعلمين أدت سقوط المياه واستمرارها أدى تجمعات مياه على الطريق الدولي، والحمد لله شغالين دلوقتي بمعداتهم بيشفطوا الميه ويشيلوها عشان يكون الطريق ما لا يعوق حركة أي حد قادر على الطريق.